أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. يعيش الأسرى والمعتقلون والمخفيون قسرا مأساة حقيقية كل يوم، خاصة في بلادنا، حيث يتأثر الضحايا من أساليب التعذيب والرعب والخوف، ويتأثر أقاربهم كذلك، ويصبح هذا أسلوبا لبث الخوف أيضا في المجتمع المحيط لفرض الإرهاب النفسي والسيطرة. لا يعلم أهل هذا المخفي أو الأسير عن وضعه شيئا، لا عن حالته الصحية ولا النفسية ولا مكانه. يظل في حزن متأرجحين بين الأمل واليأس، ربما يأتي غدا ربما لا، بينما يصمت العالم والمنظمات الدولية عن تفاقم هذا الوضع في اليمن. يقابل ذلك الصمت تزايد حالات الإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان التي بلغت ذروتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، ولا حياة لمن تنادي. تمارس الميليشيات هذا الأسلوب غير الأخلاقي للضغط السياسي، غير آبهين لمصير الضحايا. هذا غير تبعات غياب طويل عن أسرة المخفي قسرا وضياع من يعيلهم، إن كان هو الوالد أو المسؤول عن أسرته. ويدرك كل من يحيط بالضحية أنهم أيضا تحت التهديد، حرمان من كل الحقوق الإنسانية والقانونية أثناء الإخفاء، ورعب للأسرة وللمجتمع وتبعات أليمة. وإن خرج بعد ذلك فإنه يعاني معاناة نفسية طويلة بعد فترة الإخفاء القسري، فيما يشكل تباطؤ المبعوث الأممي تجاه ملف الأسرى تناقضا كبيرا بين كل الاتفاقيات الدولية عن الإخفاء القسري والعقوبات وحقوق الضحايا وشعارات الأمم المتحدة، وبين تصرفاتها على أرض الواقع دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه ضحايا الإخفاء القسري في اليمن الذين بلغوا أعلى المعدلات، وتجاه أهاليهم ووضعهم المؤلم على أبنائهم وأقاربهم، وتجاه المجتمع والقانون وسيادته، خاصة أن من يقوم بإخفاء الضحايا لا يحاسب ولا يعاقب. الاختفاء القسري يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم. وفضلا عن ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض والمطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يتصل باختفاء أحبائهم. التوصيف السابق للاختفاء القسري نفذته ميليشيات الحوثي جملة وتفصيلا من خلال القيام بهجوم واسع النطاق ضد معارضيها أو المنتقدين لممارساتها القمعية في مناطق سيطرتها. ففي تقرير حديث صادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، ارتكبت ميليشيات الحوثي 3320 انتهاكا داخل سجونها في صنعاء، بينها 271 حالة اختفاء قسري خلال الفترة من أغسطس 2019 وحتى أغسطس الجاري 2020. أرقام المخفيين قسراً في سجون ميليشيات الحوثي بمحافظة صنعاء خلال هذا العام تضاف إلى أكثر من 3544 حالة إخفاء قسري لمواطنين يمنيين في سجون ميليشيات الحوثي تم توثيقها وتقديم ملفاتها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف قبل نحو عام. مراقبون يؤكدون بأن الأعداد الحقيقية للمخفيين قسريا في اليمن هي أعلى من ذلك الرقم بكثير، في ظل قمع ميليشيات الحوثي والتنكيل بالمعارضين لها، خصوصا الواقعين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفي ظل إفلاتها من العقاب منذ أكثر من 5 سنوات، ما يزيد من ألم أهالي المخفيين قسرا ويظلون بين اليأس والأمل. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اليوم الدولي للاختفاء القسري قال بأنه من حق الأسر والمجتمعات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان معرفة الحقيقة حول ما حدث، ودعا الدول الأعضاء إلى الوفاء بهذه المسؤولية. لكن هذا الحديث وفق مراقبين سيذهب في اليمن أدراج الرياح كالأعوام الخمس الماضية التي بحت فيها أصوات أمهات المختطفين والمخفيين قسرا للإفراج عن أبنائها دون أن تجد تلك الدعوات آذانا صاغية
أو حدوث انفراجة في ملف تبادل الأسرى الذي كان أهم بنود اتفاق سويد قبل 20 شهرا. أهلا بكم وأرحب بضيفي الأستاذ إبراهيم مجاهد الصحفي والأستاذ فهمي الزبيري مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة. مرحبا بكما. أبدأ مع الأستاذ فهمي، مرحبا بك. مرحبا بك أخي الكريم. نعم، هل هنالك إحصائية حتى الآن لضحايا الإخفاء القسري والتفاصيل؟ بداية تحية لكم أخي الكريم وللمشاهدين الكرام. طبعا مكتب حقوق الإنسان كما أسلفتم وكما أشار التقرير أصدر تقريرا المصير المجهول حول الإخفاء القسري. بلغت إجمالي الانتهاكات داخل سجون أمانة العاصمة 3320 انتهاك. الإخفاء القسري وصل إلى 271 انتهاك خلال العام منذ أغسطس 2019 وحتى أغسطس 2020. طبعا ما يتم الإعلان عنه ليس الرقم الحقيقي، هناك الكثير من الضحايا ومن أسر الضحايا يمتنعون عن الإدلاء بأي معلومات خوفا من المخاطر التي قد يتعرضون لها وتتعرض لها حياتهم للخطر. لا شك أخي الكريم بأن الانتهاكات كثيرة جدا داخل أمانة العاصمة. هناك انتهاكات، هناك وفاة في التعذيب، هناك اختطافات، هناك اعتداء جسدي. طيب هل ترفع هذه هل ترفع هذه التقارير يعني للأمم المتحدة، يعني جنيف، إلى أين ترفع؟ نعم، نحن نرفع هذه التقارير إلى وزارة حقوق الإنسان، وهناك إدارة عامة خاصة للمنظمات الدولية تقوم بترجمة هذه التقارير وإعادة صياغتها، ومن ثم إرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى المنظمات الدولية وإلى الأمم المتحدة وإلى الهيئات المتعلقة بحقوق الإنسان للوجه الإصرار على هذه الميليشيات التي تقوم بهذه الانتهاكات داخل أمانة العاصمة وفي المناطق التي يسيطرون عليها. نعم، ابقى معي أستاذ فهمي إذا سمحت. أستاذ إبراهيم مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أخي. نعم، ومع كل ذلك يعني لم يتم التحرك من قبل الأمم المتحدة، من قبل المنظمات المعنية، من قبل يعني على المستوى الدولي لم يتم التحرك ولم يتم وضع حد، والانتهاكات يعني تتزايد بشكل يومي. لماذا برأيك؟ في البداية أنا أخي بندر نعزي أسرة 81 شخص قتلوا وسلموا جثث هامدة بعد إخفائهم لسنوات، والبعض منهم لأشهر. عزاءنا لهذه الأسر التي تسلمت ذويهم كجثث هامدة ولم ترهم ولم تعرف مصيرهم إلا كجثث هامدة. وأيضا دعنا نحدد، يعني نكون دقيقين فيما يخص الإخفاء القسري وليس الاعتقالات. بحسب آخر بيان لرابطة أمهات المعتقلين فإن هناك نحو 240 مخفي قسرا في مناطق متفرقة في أنحاء اليمن، وهذا رقم كبير جدا. الأمم المتحدة لا تتحرك بجدية تجاه هذه الأرقام، لا تعمل أي ثقل لقوانينها أو لنواميسها التي وجدت من أجلها، لأنها تتلكأ بأنها تتعامل مع ميليشيا الحوثي كميليشيا وليست سلطة الدولة، ولكنها في المقابل حين ترسل لها الدعم وتتعامل معها فيما يخص المفاوضات تتعامل معها كسلطة أمر واقع ودولة. وهناك ازدواج في المعايير من قبل المتحدة، وهي متعمدة في إغفال هذا الملف ومتعمدة في أن يوغل الحوثيين في جرمهم من خلال تواطؤ المبعوث الأممي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في الإكتفاء بإصدار بيانات دون الضغط الحقيقي. وأذكر أننا تحدثنا في عبر قناتكم، عبر قناة اليمن اليوم، فيما يخص الوسائل التي يمكن للأمم المتحدة أن تضغط على ميليشيا الحوثي لكي تحرك هذا الملف الذي هو ملف إنساني بحت ليس له أي علاقة في الجانب السياسي أو العسكري، لأن المنع أستاذ إبراهيم إخفائهم قسريا واختطفوا من أعمالهم ومن الشوارع ومن
ومن منازلهم وليس من الجبهات وليسوا أسرى حرب، وهناك خطورة كبيرة. لذلك طيب، هناك هذا الرقم أيضا أكثر خطورة، يعني رقم يعني أوردته قبل قليل، 81 شخص سلموا لأهاليهم جثث هامدة. يعني نعم، لم تعرف أسرهم مصيرهم إلا كجثث هامدة، ظلوا مخفيين قسرا في سجون ميليشيا الحوثي، وسلمت لهم جثثا هامدة لم يعرفوا كيف قضوا وأين اختفوا، إلا أنها ظهرت على أجسادهم آثار التعذيب بعد وفاتهم. طيب، ما الواجب على الجهات المعنية للقيام بدورها بشكل أكبر لإيصال هذه التفاصيل؟ وأيضا يعني لماذا لا يتم برأيك، يعني لماذا لا يتم تكليف فريق محامين مثلا والتحرك باتجاه المحاكم الدولية، إيصال كل هذه الجرائم للضمير الإنساني العالمي؟ هناك أخي بندر لجنة وطنية تعمل على رفع الانتهاكات، وكلفت بهذا العمل وتقدمه للأمم المتحدة والجهات المعنية في الخارج، ولكن للأسف المنظمات في الأمم المتحدة والمنظمات الخارجية تتعامل معنا للأسف الشديد أخي بندر كأرقام، ترصدنا كضحايا وليس لها أي علاقة بالإنسانية، لا تتعامل معنا بجانب إنساني، نكون صريحين، هم يتعاملون معنا كأرقام يتم رصدها، كم عدد القتلى، كم عدد المفقودين، كم عدد المختطفين، كم عدد المخفين قسريا فقط، دون أن يتم دون أن تحرك مشاعرهم، لأن هذه المنظمات لا تتحرك إلا فيما يخص الدول الأجنبية التي لها ثقل في العالم طيب. الغربي، ولمن هم أقليات مثل لدينا كآخر مثال الطائفة البهائية، ونحن سعداء بأن تم اهتمام بملفهم، ولكن نريد أن يتم الاهتمام أيضا بملف بقية اليمنيين، يعني على المخفيين وعلى المعتقلين أن يعتنقوا البهائية كي يلتفت العالم لقضيتهم طيب. هذه إشكالية جدا. نعم، ابقى معي أستاذ إبراهيم. أستاذ فهمي، يعني تعمد في إغفال الملف، وأيضا تتعامل كما قال ضيفي يعني مع هذا الملف كأرقام فقط، يعني رصد للأرقام، يعني والأرقام مخيفة، يعني 240 مخفي قسريا و81 شخص تم تسليمهم لأهاليهم جثث هامدة، يعني كيف يمكن يعني التحرك في اتجاه آخر وعدم التعويل على الأمم المتحدة طالما وهي تعتمد فقط على رصد؟ أخي الكريم، بالفعل بنوك تماهي وتماهي من قبل الأمم المتحدة والمنظمات، بعض المنظمات التابعة لها، هناك تماهي جديد بالنسبة لهذه الانتهاكات، ونحن لا نستغرب ذلك، بعض المنظمات تدعم الميليشيات في هذا النهار من داخل قناة رعاتنا في المقرات والمراكز هي موجودة داخل أمانة العاصمة، والميليشيات تقوم بالضغط عليها، وهناك دعم تحت لافتات وعناوين وشعارات مختلفة، وفي الفعالية التي أقمناها في شهر التقرير تكلم عن ذلك الأخ اللواء وزير الأمن العاصمة حول صمت وتراخي الأمم وإهمال الأمم المتحدة أو هذا الملف. ومن هنا نحن ندعو جميع الحكوميين، جميع الناشطين، ندعو المنظمات المحلية المهتمة بحقوق الإنسان، المواطنين، يجب أن يكون هناك عملية حاج وضغط تأييد ومناصرة لهذا الملك من أجل أن يظهر بشكل أكثر، لأنه مكلف بعض الشيء هذا الملك من قبل الكثير من المنظمات الحقوقية. ومن هنا يجب علينا كحكوميين تواصل الإعلام، ليس فقط أن يكون هناك يوم في العام اليوم العالمي للاختطاف، هو فقط للتذكير بهؤلاء الضحايا ما يتعرضون له وما يتعرض له أهلهم، يجب أن تكون هذه القضية وهذا الملف تطبق على هذه الملفات بصورة مستمرة من أجل أن يتم كشف مصيرهم. وأيضا هناك أخي الكريم كما تحدث أخي الكريم الضيف بأن هناك واحد ثمانية، نحن أيضا رفضنا 11 حالة وفاة خلال هذا العام، 11 حالة وفاة تحت التعذيب. نعم، هذا العام فقط هناك استهلال متعمد من المنظمة، هناك بعض المقتلين قسريا، بعض المقتلين يعانون من أمراض مزمنة، يعانون من الأمراض ويتم تجاهلهم وإهمالهم، مما يؤدي إلى مضاعفات أمراضهم
وثم ومن ثم الى الوفاه، وهذه نعم. جريمه الدين الثاني. نعم الاستاذ فهمي الزبيري مدير عام حقوق الانسان بامانه العاصمه، شكرا جزيلا لك. نعم استاذ ابراهيم، يعني شدد فريق من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على ضرورة أن تتحرك دول العالم بشكل عاجل للبحث عن أشخاص تعرضوا لحالات من الاختفاء القسري، يعني وهذه الأرقام كبيرة جدا، كيف يفترض أن يترجم ذلك عمليا؟ لدينا 240 مخفي قسريا، يعني على مدى يريدون البحث. هناك هذه حالات موثقة ارتكبتها ميليشيا الحوثي وانتهكت كل القوانين والأعراف الدولية والمحلية، وصادرت حقوق حتى أبسط الحقوق لهؤلاء البخفيين، منعت عنهم الدواء، لو تستطيع أن تمنع عنهم الهواء لفعلت. هذا التصريحات أعتقد أنها للاستهلاك الإعلامي فقط. نحن أمام جريمة ترتكب كل يوم، ميليشيا الحوثي تختطف من النقاط، تذهب إلى بيوت خصومها السياسيين وتعتق الحراسات وتختطف النساء. هذه ميليشيا، يفترض أن يكون هناك موقف دولي وحقوقي حازم تجاه هذه الميليشيا، وأن يتم تصنيفها كجماعة إرهابية تنتهك حقوق الإنسان. هذه واحدة من أهم الخطوات، إن كانت الأمم المتحدة والمنظمات التي تعمل على الملف الحقوقي والملف الإنساني بالذات عليها أن تصدر مذكرات ومطالبات نظرا لتعنت هذه الميليشيا في إخفاء وتعمد إخفاء هؤلاء ومضاعفة معاناة أسرهم، بأن يتقدموا بطلب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، وكل من الجماعات التي ترتكب انتهاكات بهذا بحق نعم. المواطنين اليمنيين في هذا الجانب بالذات. نعم يبقى معي أستاذ إبراهيم إذا سمحت. أستاذ وليد الأبارة الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان، مرحبا بك. أهلا وسهلا. نعم وفي ظل كل هذه الأرقام وكل هذه المآسي، نتاج هذه الأرقام الكبيرة لضحايا الإخفاء القسري، يعني هل هنالك مطالبة بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية طالما وهي يعني الأرقام تتزايد يوم عن يوم ولم تتحرك الأمم المتحدة؟ فيما يتعلق بتصنيف الجماعة كجماعة الحوثيين كجماعة إرهابية، لا علاقة لهذا بالملف القسري. أولا الحوثيين جماعة إرهابية في تكوينها العقدي، في نظرة الآخر المختلف، في طريقة القصر الذي تستخدمه لإخضاع المجتمع في المناطق التي تسيطر عليها، لأدبياتها سواء الفقهية أو الأدبيات ما يسمى أدبية الجماعة، أو فيما يتعلق أيضا بالسلوك الإجرامي لهذه الجماعة. هذا فيما يتعلق بتصنيفها كجماعة إرهابية. وفيما يتعلق بهذا الملف تحديدا، حتى هذه اللحظة لم تقوم الحكومة اليمنية بتصنيف الجماعة الحوثيين كجماعة إرهابية، حتى البرلمان أيضا كان يفترض أن في وقت سابق أن يقوم بتصنيف هذه الجماعة. هذا كان سيسهل على الأقل بتصنيف الجماعة داخل على الأقل الجامعة العربية، ومن ثم يبدأ التحرك الدولي عبر دبلوماسية نشطة. شاهدنا كيف استطاعت بعض الدول تصنيف جماعة حزب الله كجماعة إرهابية وأيضا القاعدة وداعش، فيما أعتقد بأن على الرغم من مبادرة المملكة العربية السعودية بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، إلا أن الدول العربية لم تحذو حذوها، وبالتالي من الصعب أيضا مطالبة المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية ما لم نقم نحن في الجمهورية اليمنية بتصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية. طيب. فيما يتعلق بالشق الآخر من سؤالك أخي الكريم، وهو ملف المخفيين القسري، للأسف الشديد هذا واحد من أكثر الملفات الشائكة في الأزمة الراهنة. بالنظر أولا لطبيعة العدد الكبير لهؤلاء المخفيين قسرا، وأيضا للطريقة المافوية الإجرامية التي تتعمد من خلالها جماعة الحوثيين من خلال اعتقال سواء المختلفين معها في العقيدة أو في السياسة أو في المعارضين أو أشخاص الذين يشكلون قلق بالنسبة لها من زعماء القبائل وزعماء المجتمع أو وجهاء المجتمع، بالإضافة إلى المنتمين لبعض الأحزاب السياسية والعاملين في المجال السياسي والحقوقي والإعلامي أو بعض الأكاديميين، وتقوم بعد ذلك بالتخلص منهم في السجون
بالإضافة إلى أن هذه الجماعة ليس لديها أي إطار إخلاقي ناظم يمكن من خلاله إجبارها على الأقل أو من خلال تفاهمات معينة على الاعتراف بمن هم لا يزالون باقين على قيد الحياة أو من الذي تم التخلص منهم تسليم جثثهم. شاهدنا بأن هناك مفاوضات مضنية بين الجانب الحكومي والجانب الحوثي برعاية مكتب الأمم المتحدة وأيضا السيد جريفيث وبحضور أيضا الصليب الأحمر الدولي. شاهدنا كيف أن الحوثيين في كل المرات التي يوجه لهم أسئلة عن بعض الأسماء وهم يرفضون الحديث عنهم بما في ذلك المختطف الطاعن في السن والسياسي المعروف محمد قحطان أيضا واللواء محمود الصبيحي وغيرهم من المعتقلين السياسيين البارزين سواء كبار السن وأيضا الذين لديهم أمراض مستعصية مثل السكري أيضا والكبد وأمراض القلب إلى آخره. لأن هذه الجماعة ليس لديها أي إطار أخلاقي ناظم يمكن من خلاله الضغط عليها للاعتراف بهذه الأسماء. وبالتالي أعتقد أنا من وجهة نظري وكناشط حقوقي أولا بأننا سنحتاج في الأيام القادمة إلى مؤسسة خاصة تعنى بملف المخفين قطرا كإنشاء الهيئة الوطنية المخفين قطرا، لأن هذا الملف أعتقد أنه سيظل عائق أمام أي إنجاز سياسي في المستقبل أو أي اتفاق يمكن أن ينجز في المستقبل، لأن هؤلاء الذين تم التخلص منهم بهذه الطريقة لا يمكن أبدا أن يمر السلام حتى وإن كان هناك ضغط دولي والحوثيين أن يكونوا جزء من الحل السياسي طالما وكل هذا العدد الكبير وكل هذه الجرائم في رصيدهم. طيب ابقى معي أستاذ وليد إذا سمحت. أستاذ إبراهيم، في إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر ذلك جريمة ضد الإنسانية أو بمثابة جريمة ضد الإنسانية، لماذا لا ترى كل هذه الأرقام جرائم؟ لأنها تتعامل بمعيارين مزدوجين، هي لا تتعامل مع كل البشر أنهم سواسية، هناك عنصرية في التعامل أخي بندر من قبل المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة، هي لا تتعامل مع اليمنيين أنهم مثلهم كالبريطانيين أو الأمريكيين أو أي جنسيات أوروبية، هي تتعامل معهم كمواطنين عرب، وهناك من يرى بأن هذه الأرقام زائدة وعلى العالم أن يتخلص منهم للأسف الشديد، ولذلك تسكت على كل الجرائم التي تنتهك في ليس اليمنيين فقط وإنما العالم العربي ككل، ولذلك نشهد الدمار والقتل والدماء التي تسير دون أن تتحرك هذه المنظومة، لأنها لا تتعامل كما قلت لك بمعيار واحد وإنما تتعامل بمعايير مزدوجة، وهناك عنصرية في التعامل مع العرب بالذات والمسلمين، ولا بد علينا أن نحمي دماءنا ونحن أن نكون أكثر حرصا على هذه الدماء لكي ونجعلها غالية، لأنه العالم ينظر إلى ما يحدث في اليمن من سفك للدماء واسترخاص للأرواح، ولا يأبه إذا كان نحن لم نأبه بدماءنا ودماء أخواننا في بلد واحد، فكيف نريد من العالم أن يسأر لنا وأن يخرج ويتبنى قضايانا ودماءنا التي وحقوقنا التي تنتهك؟ علينا أولا أن نوجد القانون ونوجد الدولة التي تحفظ لكل مواطن حقوقه، ولن نلجأ إلى الاستعانة بهذه الأمم المتحدة. أخي بندر، عندما تعددت المؤسسات وتعددت الأجهزة الأمنية وعندما انهارت مؤسسة الدولة، من الطبيعي جدا أمام هذه الحرب وأمام هذا الانتداد السياسي الموجود أن ترتفع درجات الانتهاك إلى أعلى مستوى، لأنه لا يوجد سلطة تضبط ولا قانون يحمي ولا يوجد دولة تحاكم من ارتكب مثل هذه الجرائم. نعم، الأستاذ إبراهيم مجاهد الصحفي، شكرا جزيلا لك. أستاذ وليد، يعني كيف يمكن يعني حماية هؤلاء وكيف يمكن يعني أن نصل إلى حل يرفع المعاناة عن المخفيين القسرين؟ أخي العزيز، أولا سأعرج على بعض التفاصيل التي حاولت الحكومة خلال سنتين أن تقدم فيها بعض التنازلات من أجل الإفراج عن المعتقلين والإفصاح عن المخفين قسرا أيضا والإفراج عنهم.
كان هناك طلب من قبل الحكومة بأن للحوثيين بأنهم من أجل أن يستأنفوا المفاوضات من أجل إطلاق سراح المعتقلين المخفين قطعا بأن يتم أيضا القبول أو السماح لهم بإسعاف جرحاهم إلى الخارج. وافقت الحكومة الشرعية دون قيد أو شرط، على الرغم من أن كان هناك أصوات ضاغطة داخل الحكومة تطالب بأن يتم الإفراج أولا عن مجموعة من الأشخاص كحسن نية، ومن ثم ذلك يتم السماح للحوثيين بنقل جرحاهم إلى الخارج. أيضا حينما تم الجلوس على طاولة للمفاوضات في الأردن عمان، قام الحوثيين أيضا واشترطوا بأن لا يتم الإفراج عن طريق أول قوائم محددة، على الرغم من أن كان طلب الحكومة بأن يتم الإفراج عن الكل مقابل الكل أو الجميع مقابل الجميع. تفاجأنا بأنهم قدموا لأسماء قيادات حوثية تنتمي لبعض البيوتة الهاشمية وبعض قياداتهم الميليشاوية، ولا يوجد أي اهتمام بالآخرين، بينما نحن في الحكومة الشرعية وضعنا حقيقة في مأزق، لأنه لا نستطيع أن نفرق بين مواطن ومواطن آخر، أو بين من هو سياسي وبين من هو لا سياسي. وبالتالي قدمنا تنازل أيضا آخر، أو قدم الوفد الحكومي تنازل آخر، وهو بالإمكان الإفراج عن من تم الاعتراف بهم من قبل الميليشيات، وأيضا بعد ذلك يجري الحديث عن بقية الأسماء التي ما تزال الميليشيات غير معترفة بهم، أو أيضا أن يتم تقسيم هؤلاء إلى 3 دفع حسب الحروف الأبجدية ويتم الإفراج عنهم. لكننا أيضا نتفاجأ مع كل تقديم تنازل معين بأن هذه الميليشيات ليست جادة بالإفراج عن المعتقلين المخفين قسرا، وهي تستخدم هذا الملف لأغراض سياسية وأيضا عسكرية. فيما يتعلق بكيفية الشق الآخر من سؤالك، بكيفية إنهاء معاناة هؤلاء، أخي العزيز، هذه جماعة ميليشياوية لا تقيم أساسا للقوانين والمعاهدات الدولية سواء الوطنية أو الدولية، وبالتالي لا حل أمام وقف، لا حل إلا من خلال أن يستعيد الجيش الوطني سيادته على كافة التراب الوطني، وأن يقدم المجرمون من قادة هذه الميليشيات للمحاكمات من أجل الانتصاف للضحايا، بدون لطالما بقي الحوثيين يسيطرون على العديد من المحافظات، ولطالما لا يزالون يمسكون بالأسلحة، فإن الحديث عن وقف الانتهاكات أو إمكانية تخفيضها يعتبر غير وارد على الإطلاق. طيب أستاذ وليد، وهو سؤالي الأخير لك، يعني فريق من خبراء الأمم المتحدة أكدوا على التحقيق والمحاكمة، ويرون أن حصول أي تأخير سيكون مخالفا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ما الذي يمنع التحقيق ومحاكمة هذه الميليشيات؟ أنا لا أفهم هذا السؤال حقيقة. من الذي سيحقق معهم؟ الأمم المتحدة وأيضا الدول المعنية بهذا الشأن والدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. قبل الحديث عن المحاكمات، وهو إجراء متأخر عادة فيما يتعلق بالانتهاكات الدولية أو الانتهاكات بحسب القانون الجنائي الدولي، هناك أيضا إجراءات كان لابد أن تقوم بها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأيضا مجلس حقوق الإنسان المفوضية السامية، وهو أولا تشكيل لجنة متخصصة بالتحقيق في جرائم الحوثيين، هذا بشكل رئيسي. ثم بعد ذلك أيضا على يقوم مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن باتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من قدرة وفاعلية الميليشيات بارتكاب المزيد من الجرائم. للأسف الشديد حتى هذه اللحظة فشل مجلس الأمن في إدانة على سبيل المثال إيران، لأنها ما تزال مستمرة في تهريب وإرسال مزيد من الأسلحة للحوثيين، وبالتالي ما تزال قدرة الحوثيين على الإيذاء وقدرتهم أيضا على ارتكاب مزيد من الجرائم قائمة حتى هذه اللحظة. إذن نحن نتحدث على أن المجتمع الدولي قد فشل حتى في تخفيف الحد الأدنى من الفاعلية الجرمية. أيضا ما يزال أيضا الحوثيين أو القادة الصف الأول الأمنيين والعسكريين ما يزال خارج مجال العقوبات الدولية، وبالتالي الحوثيين في الحقيقة يتحركون في فضاء الرحب ويرتكبون جرائمهم بأريحية قصوى إن صح التعبير. نعم. وما يزالون خارج أي ضغوطات سواء دولية أو إقليمية في الوقت الراهن، وبالتالي نحن للأسف هناك أسباب عديدة، منها تصفيف الطابع الحقوقي في العالم وفي اليمن بشكل رئيسي. نعم، الأستاذ وليد الإبارة الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك، والشكر لكل ضيوفي في هذه الحلقة وللمشاهدين الأعزاء، في أمان الله.